بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم الولي الكريم الذي لا يدرك لأسمائه نهاية ولا يبلغ لها غاية، ومع هذا ترجع من حيث إن لها مهتدا إلى الأمهات الأربع أرباب العناية المنصوص عليها في كتاب الحكيم بقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من ألبس دثار النبوة وشعار الولاية، وعلى آله وأصحابه أرباب الفتوة والهداية، وعلى خلفائه الراشدين القائمين مقامه إلى يوم الدين. رضي الله رضي الله عن عبد القادر، رضي الله رضي الله رضي الله عن غوث العظم، رضي الله رضي الله رضي الله عن عبد القادر، رضي الله رضي الله رضي الله عن غوث العظم، رضي الله رضي الله رضي الله عن عبد القادر، رضي الله رضي الله رضي الله عن غوث العظم، رضي الله. آلاء للإله الحمد في كل لحظة، على ما حبانا نعمة بعد نعمتي، صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، له أسماء لي سيدرك كنهها، ولو لنبي أو ولي بهمتي، صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، نعم إنها عند طيب انتسابها، لها أمهات أربع ذات رفعته، صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، هي الأول والباطن الآخر الذي هو الظاهر في الكون من دون خفياتي، صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، كما الأولان من شاء للولايات، كذا الآخران مع دين للنبوة، صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، وأعظم بهاتين لتين عليهما ما
داروهم باطل وجودي بحكمتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات ففي بعض أعيان قاد لما تكما لتين افتراق في مظاهر سلتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريتي صلاة دواما مع سلام مؤبدي على خير مبعوث إلى خير أمتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات محمد المحيى وآل وأصحابه وورثهم والنائبهم بخلتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات وعفو عن المدى حي غوث الورى الذي تسمى بمحيي الدين قطب المقلات صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات وسماعيه والحاضرين وأهله ومطعميهم حبا له كل لحظات صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات. ذكر في خلاصة المفاخر في اختصار مناقب الشيخ عبد القادر نبذة يسيرة أنه قدس الله سره تولد بجيلان سنة 71 من الهجرة ودخل بغداد وله من العمر 18 سنة وهو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح بن موسى بن خندقوس بن أبي عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد بن داود ابن موسى بن عبد الله بن موسى الجوني بن عبد الله المحضي بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكلهم السادات رضي الله عنهم أجمعين. منها ما روي عن عبد الحق أنه قال كنا عند الشيخ رضي الله عنه يوم فتولأ في قبقاب وصلى ركعتين ورمى بفردتيه بعدما صرخ صرختين فسكت بحاله ولم يجاسر أحد على سؤاله. ثم قدمت قافلة من العجم بنذر له من ذهب وثياب وكان معه ذلك القبقاب فقلنا أنى لكم هذا؟ قالوا بينا نحن سائرون خرجت علينا طائفة مع مقدمين لهم من العراب فقتلوا منا ونهبوا ما معنا من الأسباب فقلنا لو نظرنا للشيخ وذكرنا بكلمتين فما تم ذلك إلا أن سمعنا صرختين شديدتين فقال واحد منهم تعالوا
وانظروا ما نزل من القهر علينا فنظرنا وجدنا مع مقدميهم ميتين وعند كل منها فرضة من هاتين وهذا وجميع ما ذكر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رضي الله عن عبد القادر رضي الله رضي الله عن غوث العظم رضي الله رضي الله عن عبد القادر رضي الله رضي الله عن غوث العظم رضي الله رضي الله عن عبد القادر رضي الله رضي الله عن غوث العظم رضي الله. الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله يا جنود الذاكرين يا شهود الحاضرين أكثروا ذكرا مبينا لذليل الطالبين. الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله أن تقولوا يا ملاذ واسع الفضل المعاذ من كبولنا نفاذ كلنا عونا معينا أنت حق مهي الدين أنت قطب باليقين أنت غوث كل حين فادفع عنا حنينا. الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله أنت غوث الثاقلين قليني أنت زين الحرمين ومنير المالوين اجعلنا مقبلين أنت أتقى الأتقياء أنت أصفى الأصفياء صرت تاج الأولياء آتنا فتحا مبينا أنت مبديء مظهر ما في الضمائر مخبر ما في السرائر رحمة دنيا ودينا يا حفيظ الحسنين يا كريم الطرفين يا نجيب الأبوين كلنا حرزا كمينا. الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله كلنا كهفا منيعا عن بليات جميعا في خطيئات وسيعا من عطيات تفينا أنزل الله سلاما مع صلوات دواما للذي غدا ختاما لجميع المرسلين أحمد والآل أسرا والأولى حتى شوه نصرا مع من اقتفوه إثرا والفريق النائبين وعفا عن سامعين مدحكم الصانعين طعمهم والحاضرين ها هنا والذاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. نبه الله تعالى بهذه الآية أهل الطرائق على أن رجاء الفلاح الحقيقي متوقف على أربعة أعمال من الدقائق: أحدها الإيمان المتأكد بالبرهان، المتأيد بالمكاشفة والعيان، الذي يخرج به العبد عن قصام الشرك والطغيان، والثانية التقوى بثلاثة أنواعها: الأدنى تجنب المؤمن للعصيان، والأوسط الذي هو تحفظ السالك عن النسيان، والأعلى الذي هو جعل العارف ربه في موارد الخير بقاية لنفسه، وجعل نفسه في موارد الشر بقاية لحضرة قدسك، والثالث ابتغاء الوسيلة بنوعيها العلم الذي هو تقديم الأعمال الحسنة وتقويم الأفعال المستحسنة، والأخص الذي هو اتخاذ الطالب لنفسه من الهدى تلك خليلا ليهتدي به إلى أقرب طرق الله من الله تعالى سبيلا، والرابع الجهاد بنوعيه الأصغر الذي هو محاربة أعداء الدين الخلق والدنيا والشيطان الذين يدعون الإنسان إلى مضان الخسران والخذلان والعصيان، والأكبر الذي هو مخالفة النفس في حب الشهوات بتزكيتها عن الأخلاق الذميمة وبتحليتها بالأوصاف السليمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى الآل والأصحاب والأولياء والأقطاب. رضي الله رضي الله عن عبد القادر، رضي الله رضي الله رضي الله عن غوث العظم، رضي الله رضي الله رضي الله عن عبد القادر، رضي الله رضي الله رضي الله عن غوث العظم، رضي الله رضي الله رضي الله عن عبد القادر، رضي الله رضي الله رضي الله عن غوث العظم، رضي الله. سقاني شوق كأسات الفناء فقلت بسكرتي فوق البقاء: إلهي يا إلهي يا إلهي، إلهي توبة قبل الممات. سعت وأتت بإثري في شبابي، فهمت بعشقتي بين الرواء، فقلت لفرقة الأقطاب: قوموا بحالي وادخلوا بيت اللقاء. إلهي يا إلهي يا إلهي، إلهي توبة قبل الممات. وفوزوا واصلوا أنتم جنودي، فباب الوصل يفتح بدعائي. أخذتم فضلتي من بعدي واجدي، ولا نلتم مقامي والعطائي. إلهي يا إلهي يا إلهي، إلهي توبة قبل الممات. مقامكم الهدى ترم ولكن مقامي في التفوق والعلاء.
أنا في حضرة التوصيل فردي يقلبني وحسبي ذو سمائي. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. أنا العلي بعلم كل قطب وأنا استوفي الكمال من العماء. أتاني خلعة بطراز قربه وأكرمني بتيجان الوفاء. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. وأشرفني على سر خفي وعززني بإعطاء الفتاء وولاني على النور بطورة. فأمري نافذ في كل داء. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. ولو أظهرت عشقي في بحاري لكان الكل غورا في الفناء. ولو ألهمت شوقي في جبالي لمرت كالسحاب على الهواء. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. ولو ألقيت ذوقي فوق ناري لخمدت واختفت حق الخفاء. ولو أسمعت سري سمع ميتي لقام وصار حيا بالنداء. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. وما من السرائر والخفايا ترى بالقوم إلا برضائي. وأخبرني بما يأتي ويجري وأعلمني العلوم وبالولاء. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. مريدي عش ودم وفرغ وغني واسمي مدخل تحت اللواء. مريدي لا تخف ربي كريم هداني للوصول مع البهاء. إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الممات. شموسي أشرقت علوا وسفلا وأعلامي على رأس البناء. جيوش الله جندي تحت حكمي وبقتي قصفى كل الصفاء. إلهي يا إلهي يا إلهي
إلهي توبة قبل الممات. رأيت إلى بلاد الله طورا بحكم المصير خردلة الهواء، وكل ولي له قلب، وإني على قلب المحمد ذي الثناء. إلهي يا إلهي يا إلهي، إلهي توبة قبل الممات. واسمي اسم خير الأنبياء، وأحوالي تؤثر في الحشاء. إلهي سيدي صلي وسلم على طه وآل بالولاء. إلهي يا إلهي يا إلهي، إلهي توبة قبل الممات. وأصحاب وطباع جميعا بما ضاءت نجوم في السماء، إلهي فعفوا لأبي وأمي وأستاذي بحرمة ذي الثناء. ومداحا وسماعا بحمد رني المطعيم دوما بالبقاء. إلهي يا إلهي يا إلهي، إلهي توبة قبل الممات. إلهي عبدك المسكين فارحم بغفران الذنوب وبالفناء. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نحن عبيدك الفقراء وبجبال اللهواء والصراء، حضرنا في هذا المجلس العطر وقرأنا بإذن صاحبه مناقب وليك عبد القادر، فبجاهه لديك وبقربه إليك وفقنا للاقتداء به وسائر الأولياء بامتثال المأمورات، واجتناب المحظورات، واحفظ ظواهرنا عن العثرات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا غفار المذنبين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Oh.